كما كتلاحظوا معايا الان في هذا الجدول او في هذا الميبيان، من يصف حصيله تطور الميزان التجاري. اذا كيف هي وضعيه الميزان التجاري في كل من الولايات المتحده الامريكيه واليابان والصين والاتحاد الاوروبي، العوامل الطبيعيه. اذا لاحظوا معايا اعزائي التلاميذ، اذا هنا تنوع المناخ الصيني، اذا عندنا التنوع فيما يتعلق بالمناخ كما كتلاحظوا معايا، شبكه مائيه كثيفة، توفر الصين على المصادر المهمة من الطاقة والمعادن. ثم كننتقل إلى تنوع التضاريس. ماذا نقصد بتنوع التضاريس؟ ثم لدينا أيضا عامل مهم وهو شساعة المجال الجغرافي. ننتقل الآن إلى العوامل البشرية. ما هي العوامل البشرية المسؤولة عن قوة الصين؟ مزيان طريق، ارتفاع الساكنة النشطة. بماذا تتميز هذه العاملة الصينية؟ عندها جوج مميزات مهمة جدا. شنو هي هذه المميزات ديال هذه العاملة الصينية؟ مؤهلة، مزيان الله يرضى عليك محمد. ماذا أيضا؟ نعم، إذا هي يد عاملة حسن جدا عبد الإله، رخيصة. إذا هي يد عاملة مؤهلة ويد عاملة رخيصة أو غير مكلفة. نعم الله يرضى عليكم، مزيان الله يرضى عليكم، مزيان. أعدكم بحصص جديدة في مادة الاجتماعيات، لأنني كنلاحظ أن هناك تفاعل جيد وهذا ما نسعى إليه. إذا غتلاحظوا معايا هناك ضخامة السوق الاستهلاكية، إذا قلنا 1.3 مليار نسمة، بطبيعة الحال هذا سيوفر للصين وجود يد عاملة مؤهلة وغير مكلفة كما قلنا كما كتلاحظوا معايا. أيضا ارتفاع نسبة الساكنة النشطة 69%. إذا هذه بعض العوامل البشرية التي توضح وتفسر مدى قوة الصين التي تعتبر قوة اقتصادية صاعدة وتنافس الآن الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والاتحاد الأوروبي. على أي حال، نحن في منتديات فوربك رهنا إشارتكم، وكما قلت إن شاء الله عندنا دروس مكتفة للدعم. أذكركم الآن بالبرنامج ديال الدعم، يوم الأحد إن شاء الله اللغة العربية مع الأستاذ خالد مساعف، يوم الاثنين إن شاء الله عندنا اللغة الإنجليزية مع الأستاذ ياسين أيت حمو، يوم الثلاثاء مادة الرياضيات مع الأستاذ عبدالهادي زهري، يوم الأربعاء لدينا حصة مع الأستاذ رشيد أبي وكيل في مادة علوم الحياة والأرض، يوم الخميس لدينا مادة الفلسفة مع الأستاذ نور الدين العموري، ويوم الجمعة كالعادة دائما نضرب لكم موعدا مع مادة الاجتماعيات مع تلة من أساتذة مدينة ورزازات وزاكورة، في انتظار أن يلتحق بنا باقي الأساتذة في جميع ربوع المملكة المغربية. توقيت دائما سي الحسن الثامنة مساء، وفي بعض الحالات ممكن يكون مع 8:30. إذا فقط أقول بأن منتديات فورباك الذين نشكرهم صراحة على الدروس التي يقدمونها، كما أشار إلي القائمين على المنتدى أنه يمكن أن تجدوا دروس، هذه الدروس هذه ممكن تلقاوها مسجلة في فورباك، يمكنكم الاطلاع عليها. أؤكد دائما على أن دروس الدعم هي مجانية للتلاميذ مساهمة منا بمساعدتهم على الاستعداد الجيد للامتحانات البكالوريا. إذا مرحبا بكل التلاميذ الذين التحقوا بنا. الآن نحن في إطار الإجابة على تحليل الامتحان الوطني في مادة الاجتماع. نعم، إذا غتشاهدوا معايا واحد الفيديو الذي يتحدث بطبيعة الحال عن بروز الصين كقوة اقتصادية هائلة. الصين تحل محل اليابان كفني اقتصاد عالمي لعام 2010. الاقتصاد الياباني أصيب بانكماش كبير في ظل الأزمة العالمية في عامي 2008 و2009، إلا أنه سجل نموا بنسبة نهزت 4% عام 2010، إلا أن هذا لم يسمح لطوكيو بالاحتفاظ بمركزها في مواجهة نمو الاقتصاد الصيني، حيث وصل إجمالي الناتج الداخلي الياباني إلى 5500 مليار دولار، بينما تجاوز إجمالي الناتج الداخلي الصيني 5800 مليار دولار، وكان إجمالي الناتج الداخلي الصيني تخطى نظيره الياباني منذ الفصل الثاني من العام الماضي، غير أنه لم يكن من المؤكد أن الصين ستحافظ على تقدمها، إذ كانت اليابان لا تزال تحتفظ بتقدم كبير خلال الفصل الأول. اشنا هي بعض مظاهر القوة ديال الاقتصاد الصيني التي وردت في الفيديو التي اشرنا اليها في الوثائق اللي شفناها اعزائي التلاميذ؟ نعم، اذا انتهت دقيقة اللي اعطيناكم باش انكم تجدوا لنا هذا الجواب ديال الفقرة. اذا شكون اللي ممكن ياخذ المايك
أعطينا فقرة موجزة حول التحديات التي يواجهها الاقتصاد الصيني. شكرا للأستاذ عبد الحكيم لمساهمتك معنا في هذه الحصة، وإن شاء الله نأمل أن يعني تنخرط بشكل أفضل وبشكل جيد في هذه الدروس التي تقدمها منتديات الفورباك. إذن الشكر، كل الشكر والتقدير للسادة الأساتذة الحاضرين معنا، الشكر موصول أيضا لكل التلاميذ الحاضرين معنا خلال هذه الحصة. نأمل يعني أن نكون قد وفقنا في تقديم ولو القليل من الدعم لتلامذتنا الأعزاء. قبل أن ننتقل إلى الجواب عن السؤال الخامس، لا يسعنا إلا أن نشكر الأستاذ والصحفي يونس الشيخ. مرحبا بالصحفي يونس الشيخ، سعداء بحضورك معنا في هذه الحصة من الدعم التي تقدمها منتديات فورباك، مع تحياتنا. لكن هذا التقدم الذي تحققه الصين يواجه عدة تحديات، وهذه التحديات تتمثل في المنافسة الخارجية، بحيث نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية واليابان تبذل مجهودات جبارة إضافة إلى المنافسة الخارجية، نجد أيضا الكوارث الطبيعية التي تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الصيني. ونضيف إلى ذلك نسبة الشيخوخة. ارتفاع نسبة الشيخوخة السبب الذي سيؤدي إلى قلة اليد العاملة مستقبلا. هذا وبالإضافة إلى ارتباط الصين بالدول الخارجية، حيث أنها تستورد كل بمعنى حيث أنها تستورد نسبة كبيرة من تستورد نسبة كبيرة من المواد الأولية وكذلك الطاقية. أعتقد أن هذا كل ما سيقال، والسلام. شكرا سي الحسن. إذن شكرا سي الحسن. إذن فقط هنا نود الإشارة إلى أنه لا بد مثل هذه المقالات وكيفية كتابة الموضوع المقالي، خاص التلميذ أنه يتمرن على كتابة المقال. الله يرضي عليكم، حاولوا تخوضوا امتحانات اللي ديجا يعني دازوا هذا، تحاولوا تجاوبوا عليهم، تحاولوا تديروا مقالات بأنفسكم، تحاولوا تطرحوا أسئلة وحاولوا تجاوبوا عليها إلى غير ذلك. هناك في موقع فورباك طرحنا مجموعة من الأسئلة دي المقالات، ممكن أنكم شاركونا في هذا طبيعة الحال كتابة المقال، والأستاذ الأساتذة غادي يحاولوا ما أمكن أنهم يصحوا هذه المقالات. إذن شكرا لكل التلاميذ الحاضرين معنا، شكرا للأستاذ الأساتذة الحاضرين معنا، عبد الحكيم شقال، أستاذ كريمان، أستاذ رشيد، شكرا إلى الصحفي يونس الشيخ، والشكر موصول أيضا لكل التلاميذ، كما لا يفوتنا أن ننوه ونشكر كل السادة الأساتذة الذين تطوعوا من أجل تقديم الدعم لفائدة التلاميذ. أذكر بأن البرنامج ديال الدعم والحصص الماضية ممكن أنكم تشاهدوها، بل أكثر من ذلك يمكنكم تحميل هذه الحصص اللي كنقدموها، ممكن أنكم تيليشارجيوها وتمشيو للدار اللي ما عندوش الانترنت يعاود يشوفها في الدار، راه غتلقاوها كلها في منتديات فورباك في قسم دروس الدعم.